تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، افتتح المعرض الدولي للاتحاد الخليجي للتكرير في نسخته الثانية بمشاركة عدد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال التكرير والبتروكيماويات. هذا ويتم خلال المعرض استعراض أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة بالإضافة إلى أحدث الدراسات المعنية بقطاع الطاقة. في إطار حرص مملكة البحرين على تقديم الدعم والمساندة المستمرة لمختلف الفعاليات والمعارض المتخصصة في القطاع النفطي، استضافت المعرض الدولي للاتحاد الخليجي للتكرير في نسخته الثانية. الهدف الرئيسي من تشكيل الاتحاد هو ربط منظومة صناعة التكرير في منطقة الخليج بالصناعات الأخرى المساندة، تتكلمين عن صناعات كموردات، تتكلمين عن صناعات دعم فني، دعم هندسي، الجانب الأكاديمي. يسهم المعرض في تعزيز السمعة الدولية الرفيعة للمملكة في سياحة المعارض والمؤتمرات وتمكينها من استقطاب العديد من الفعاليات المتخصصة والنوعية في هذا المجال الحيوي. للأمان احنا مشاركين بهذا المؤتمر على أمل أن يكون فيه علاقة وطيدة بين الشركات الداونستريم على مستوى الخليج، ويكون فيه مشاركة فعالة بين الكل. والله حصلنا شرف لحضور هذا المنتدى اللي هو من طراز عالي، وحضروا فيه جميع شركات التكنولوجيا اللي تتعلق بالغاز والبترول، وبصفة خاصة تكنولوجيا تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. شهد المعرض مشاركة أكثر من 50 شركة عارضة لمنتجات وخدمات التكرير والبتروكيماويات، عرضت أحدث التقنيات وطرحت المنتجات الجديدة وأفضل الخدمات المتوفرة. طبعا اليوم عندنا مشاركة في المعرض، وتم إطلاق أول موظف آلي في الشركة. اليوم الموظف هذا صناعة، طبعا الحمد لله صناعة سعودية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. طبعا وظيفة الموظف الآلي دخول المناطق الخطرة على أساس إذا كان في أي غاز أو تسريب من الغاز يتم التنبيه لنا قبل ما يبدأ العمل في المعامل النفطية. مشاركتنا في هذا المعرض تكمن في تعريف شركائنا في هذه الصناعة بالمخاطر والتحديات والمشاركة في حلها الناتجة عن هذه الصناعة، مثل تقديم الحلول البيئية والمعالجات للمخلفات الخطرة الناتجة عن هذه الصناعة بشكل. يعتبر هذا المعرض من المعارض العالمية الرائدة المتخصصة في مجال التكرير والبتروكيماويات لما يحويه من نماذج حديثة تساهم في تطوير هذا المجال، وذلك لمواجهة تحديات الأعمال وتبادل أفضل الممارسات وإطلاق الفرص المحتملة من خلال التعاون والشراكات الاستراتيجية. يأتي المعرض الدولي الثاني للاتحاد الخليجي للتكرير لاستعراض آخر مستجدات صناعة التكرير وأبرز طرق الاستثمار في هذه الصناعة وما تشهده من تطور وازدهار. ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.